بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس القصير عن أهمية البكتيريا بعد الموت. طبعا البكتيريا لها أهمية كبيرة جدا لصالح الإنسان والطبيعة، مثل البكتيريا التي تساهم في تحليل الجثث والمواد المتعفنة. طبعا فلولا هذه البكتيريا ومحاولة تحليل المواد البيئية لتراكمت الجثث على الأرض. طبعا في أنواع من البكتيريا نقدر نستفيد منها، مثل صناعة الأشياء مثل البلاستيك أو منتجات الألبان، أو نستخدمها في الأبحاث العلمية، أو صناعة يعني المواد الهندسية أو القوالب. أيضا في بعض أنواع من البكتيريا تقدر تنتج لنا كهرباء، وهذه طبعا أنواع نادرة جدا. هذه من بعض أهمية أنواع البكتيريا. إلى هنا انتهى الدرس، إن شاء الله نشوفكم في درس لاحق. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.